كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وجمهور بنحلم نعيش، وجمهور قناة الصحة والجمال بصحة وسعادة وخير. الحمد لله على السلامة من رمضان، عيد مبارك لينا جميعا يا رب العالمين، بعودة الأيام واحنا كلنا مع بعض بصحة وسعادة. وحشتوني كتير كتير كل متابعين ومشاهدين قناة الصحة وجمال وبرنامج بنحلم نعيش. النهاردة هذا عيد، الموضوع مختلف، دايما بنتكلم سياسة واجتماع واقتصاد، وبرنامجنا دايما أخبار وحاجات كتير مهمة وفيها تنشن شوية، لكن النهاردة قلنا نغير المود بالفرحة احتفالا بالعيد. ومعانا النهاردة سهرة حلوة، سهرة العيد مع أجمل فنانين وجوه شباب. النهاردة هنستمتع بأغاني جميلة جدا، معانا مجموعة حلوة جدا من الشباب اللي صوته حلو وهنحب ان احنا نسمعه وهنتبسط النهارده في سهره العيد. اهلا وسهلا بيكم يا شباب. اهلا بحضرتك. معانا النهارده عمرو مزيكا. ايه الاسم الحلو ده؟ عمرو مزيكا ده اسم شهره؟ اه. عمرو مزيكا، ومعانا ميدو. معانا ميدو الفنان. اهلا وسهلا بيك، اسم شهره برضه. معانا الفنان الجميل وائل فضل. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا شلال. على وزن الفضل شاكر، ولا الاسم مميز. ومعانا الأورج الجميل محمد توجو، والاسم ايضا مميز. اهلا وسهلا بيك، نورتوني النهارده الشباب الجميل، نورتونا النهارده، نورتوا جمهور الصحه والجمال، نورتوا جمهور بنحلم نعيش. وهنستمتع النهارده باحلى الاغاني، وكمان معانا اغاني هنسمعها كليبات، ولكن هنبتدي ومشتاقين نسمع صوت الشباب. هنسمع واحدة واحدة كده حاجة حلوة لعمرو. هتسمعنا ايه النهاردة؟ سمع حضرتك جانا الهوى جانا. طيب. عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ. انت بتبتدي بأتقل حد في مصر يعني. حبيبي عبد الحليم حافظ، وبحب اسمع له كتير يعني. طيب ماشي، نسمع حاجة لعبد الحليم حافظ. جاهز؟ جاهز، يلا بينا. ده حبيبي يا بابا، يا بابا شغل بالي يا رمي، يا ما تورينا ولا الكنهيك ولا الفرح مودينا. انا بسأل ليه واحتر كده ليه، بكرة الايام هتورينا ولا خلينا على طول ماشيين. اما رمانا الهوى ونعيسنا واللي شبكنا يخلصنا، واللي شبكنا يخلصنا، ده اللي شبكنا يخلصنا. ده حبيبي يا با يا با، ده حبيبي على الصوت الجميل ده. امتعتنا وامتعت الجمهور يا عمرو، بجد صوته حلو جدا. واول كانت مفاجاه لينا بالنسبه لنا ان احنا اول الحلقه نسمع العندليب اللي هو يعني هنبتدي بيه حلقتنا الحلوه، وابتدينا واستمتعنا. ولكن هنكمل بقى ونسمع مع ميدو. يا ترى هتسمعنا ايه يا ميدو النهارده؟ لو جبنا سيره الجدعنه اولاد احمد سعد. ماشي، جديده. ايوه.
بتاعنا. اسمك لازم يتقال، صاحب اللي فيه بفتخر من يوم كنا عيال، ومهما الأيام تتعب عمره ما بص الشمال، في الشتا راجل جدع واقف كما الأبطال، والدنيا مهما اديته ما يغيروش المال، لا عمره مني اشتكى ولا عمر قلبه ما شال. تشرف اي حدا عشان راجل بجال، في وسط النار تسد عمرك ما تجيب ورا، بتكبر باللي منك جدع من صغر السنة، مقدرش استغنى عنك حبيبي وربنا. بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي، وانا مسنود عليك اخويا وحبيبي، في الاوجاع طبيبي حلوة حاتمي. طب الرجولة مع العبولة على قديك اسمك، لو غبت حتى في اي حته كفايه اسمك. طوب الرجوله واعمل عقول على قد جسمك، لو غبت حتى في اي حته كفايه اسمك، لو غبت حتى في اي حته كفايه اسمك. بتحبي من غير التمن عمرك ما بيبالي، يميل علي الزمان بيدك بترفاني، تحبي من غير التمن عمرك ما بيبالي. بتحسي بيا من غير ما اقول ولا حرف، دايما في ظهري في كل لحظة ضعف. بتحسي بيا من غير ما اقول ولا حرف، دايما في ظهري في كل لحظة ضعف. بتخاف علي دايما معايا معايا كتف كتف، وبالرجولة مع العمولة على قد جسمك، لو غبت حتى في أي حتة كفاية اسمك، لو غبت حتى في أي حتة كفاية اسمك. برافو جدا جدا، استمتعنا بميدو، برافو. الأغنية ليها مود حلو شعبي يدخل القلب، كلمات تدخل القلب، النوع من الشعبي ده أنا بحبه، أنا شخصيا بحبه. طيب نروح بقى للنكد اللي أنا عارفة ومتأكدة أنه يعشق النكد تماما، وائل فضل ده حطوه في أوضة ضلمة. سمعنا يا وائل. قبل اي حاجه بحب اشكر التيم اللي شغال معايا، اشكر الموجودين معايا فعلا، انا بقول لهم تحيه بجد. محمد توجو، مانا برودكشن، خلوده، وحسين بلاك، وعمر، محمد ده التيم اللي دايما بيكون معاك في تسجيل الاغاني، من ملحن، من موزع، من صح. وشكر خاص برضو لشركه اوريجينال ميوزك
هي برضو عشان بتدعمنا وبتدعم عمرو وبتدعم ميدو بالتوفيق طبعا للجميع. وكل سنة هم طيبين كل سنة وكل الناس اللي ذكرها طبعا وائل بخير وصحة وسعادة. مرسي على كل عمل بتعملوه كويس جدا. وهنروح نسمع وائل وحاجة حزين دور بقى نقول دور نكد علينا وعلى الجمهور في العيد الله يسامحك يلا كل سنة وانتم طيبين. وائل نكد علينا ولكن احنا في كل الفرحة العيد اللي احنا فيها وفي جو العيد وان احنا مبسوطين برمضان الكريم وبالعيد المبارك الا ان احنا في حالة من الوجع الشديد جدا لقضية فلسطين اخواتنا واهالينا. ربنا عز وجل معاهم ودايما ان شاء الله الراية ترتفع بالنصر والانتصار للأمة العربية جميعا. هنرجع ونروح لأغنية لفلسطين تابعونا. بيك الديابة يجمعنا ربي قريب. انت العالم يا ربي باللي بيحصل في قلبي. يا رب المستخبي استرها علينا يا رب.
فرحك سابتني يابا، كنت بالنسبة لي اللمة والحب والطيابة. من بعدك يابا الحال تغير، بقيت محتار بقيت متغير، بتمنى عمري يبقى قصير عشان أشوفك يابا. من بعدي يا ابني لك رب كبير ياخدك في حضنه ويكون رحيم، من بعدي انت هتعيش في خير، طمن يا ولدي ربك كريم، انا في الجنة مع الشهداء واكيد في يوم يجمعنا لقاء مع الانبياء والمرسلين. بس سمى ربك يا ولدي يا شباب. الله يسهل لك يابا. على قد ما كلمات الأغنية حلوة كتير لكل أب، على قد ما هي توجع كتير لفراق كل أب. رحمة الله على كل شهيد، رحمة الله على أمواتنا جميعا، وإن شاء الله القضية بإذن الله تعلو وتنتهي بانتصار إخواتنا وأهالينا في فلسطين خاصة غزة. هرجع تاني لوائل وهقول له الكلمات الحلوة دي كلمات مين وألحان مين وتوزيع مين، عشان نقدم لهم هنا من خلال برنامج بنحلم نعيش كل الشكر على كل كلمة طيبة سمعناها دلوقتي. تفضل. دي الأغنية دي من كلمات خلودة، ألحاني سولو مزيكا توجو، توزيع وميكس مونا برودكشن. كل الشكر ليهم طبعا اللي موجودين معانا واللي مش موجودين، كل الشكر والتقدير ليهم. شكرا للهدية الجميلة دي، وشكرا للكلمات والتوزيع اللي احنا سمعناه دلوقتي، وربنا يرحم شهدائنا جميعا. نرجع تاني وزي ما هو مكانة يفرحنا وائل ويقول لنا حاجة مش متعودة منك يا وائل ان انت تفرحنا، لكن النهاردة عايز اسمع حاجة ما فيهاش حزن. انت دايما بتميل للمود الحزيني، وائل دايما يميل للمود، صوته فيه اصلا رنة حزن فدايما يميل للحزن يعني. فانا النهاردة عايزة اسمع منه حاجة تفرحنا النهاردة العيد يا عم ارجوك. ماشي، هقول اغنية حياة الروح فضل شاكر. حياة الروح ماشي بس يعني حلوة. يلا بينا ماشي. Thank you.
شايفني جاي لك دايب وجايب لك قلب وجايب روحي وناسي الحبايب وبعمري شريك انا عمري ما نسيتك انا ما صدقت لقيتك وبتسأل لو حبيتك وانا دايب فيك شايفني جاي لك دايب وجايب لك قلب وجايب روحي وناسي الحبايب وبعمري شريك يا حياتي الروح قلبي ما داقي النوم ولا يوم ولا حرتاح راح تنساها وتواني او تلقاني كل جراح يوم سهرني ليالي وانت على بالي بجد امتعتنا جدا قلت له ما تحزنش علينا بس خدنا القصة حب تحسي ان الواحد عايش قصه حب وهو قاعد يعني ميرسي على الاغنيه الحلوه والكلمات الحلوه ميرسي للاستاذ فضل طبعا وكلماته الحلوه طبعا يعني انا النهارده زي ما متعودين ان احنا سمعنا كل واحد فيكم عايز اسمع دويتو بقى حاجه كده تكون انتوا عاملينها انتوا عاملين دويتو سوا اغنيه احنا وحوش احنا وحوش وقلت لكم من قبل ما ندخل الكلمات اكيد حلوه جدا صح معموله عندي في الاستوديو طبعا توزيع ميكس مانا برودكشن صلوات مزيكا توجو تمام وكلمات خلوده برضه طيب نسمع حته لايف وبعد كده نروح لحته طيب معانا اتصال معلش انا اسفه للاورج الجميل انا أستاذ محمود عبد العزيز مقدم برنامج عيون الحياة الزميل في قناة الصحة والجمال أهلا وسهلا إزاي حضرتك الحمد لله أهلا وسهلا بحضرتك عيد سعيد عليك وكل سنة وحضرتك طيب ربنا يخليك وحضرتك طيبة أستاذة شريان حضرتك بالصحة والسعادة وبرنامج حضرتك يعني ما شاء الله ودايما في ازدهار ربنا يخليك يا فندم قول لي بقى أنت قضيت العيد إزاي قضيتي زي ما إحنا راجعين كلنا تخنانين ولا إيه لا والله انا بس في الاول بهني حضرتك وبهني قناه الصحة والجمال والقائمين عليها بالعيد كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيبه وعلى الامه الاسلاميه كلها يا رب العالمين يا رب العالمين عيد الفطر المبارك تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله يا رب العالمين يا رب العالمين بعود الايام على امه المسلمين جميعا
ان شاء الله يا استاذه، وان شاء الله طبعا قصه البرنامج بتاعت عيون الحياه ان شاء الله في جديد ان شاء الله بعد العيد في عيون الحياه باذن الرحمن ان شاء الله، ان شاء الله مفاجاه كبيره ان شاء الله، وان شاء الله مفاجاه الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله تعالى. بالتوفيق ان شاء الله لحضرتك ولاسره البرنامج والقناه الصحه والجمال، ودايما مع بعض في برامج متنوعه نقدم كل ما هو يفيد المجتمع والناس. بشكر حضرتك وكل سنه وحضرتك بالصحه والسعاده. انا بشكر برضو مع انا اسف يعني يا استاذه، بشكر اداره الصحه والجمال على المجهود اللي بتبذله معانا مع حضرتك ومعانا ومع كل القائمين على البرامج كلها. طبعا طبعا كل سنه وهم طيبين وحضرتك طيب. وبالاخص استاذ نصر طبعا الصديق العزيز مدير الانتاج. احنا بنشكر كل اللي ورا الكنترول واحد واحد، مش طبعاً. هننسى حد واحد لان واحد هم طبعاً. اللي بيطلعوا لنا العمل الاحلى والاجمل اللي موجودين ورا الكاميرات واللي موجودين في الكنترول، نشكرهم كتير ان هم اصحاب العمل الحقيقي والمجهود الحقيقي اللي بيطلع قدام الشاشه. كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله دايما في تالق ونجاح وتقدم فيما هو جديد. ارجع لكم تاني الناس الجميله، وعايزه اسمع الدويتو الجميل احنا وحوش، واللي انا اكدت عليه ان الكلمات حلوه واحنا مش ضد الشعبي اللي فيه كلمات حلوه وكلمات تتسمع ولحن ومزيكا جميله. نبتدي. أنا صاحبي تملي مغاير خيس، وفي الخيانة واخد ترخيص. انت يا صاحبي طلع تخسيس، ايوة نادل وبوشين ابو بيتي وكلين شربي ياكلوا بس عشان جعاني. صحبة في استكم نفقين، راحوا لما خلصوا الجنيهين. يا صاحبي يلا انا شرفتك قدرتك، وانت ما بتصنش مش قد العيش والملح، كان ممكن ما تاكلش. في وشي بتضحك وفي داري بتقولوا كلام ما حصلش، وقفلت انا بابي في وش صحابي اصلي ما بتقدرش. احنا وحوش منهيبش الموت، احنا وحوش منهيبش الموت، احنا وحوش منهيبش الموت. تجعلي نتكون في التابوت، بنضرب حي مش خرطوش، احنا بنجيب ابطال. احنا وحوش ما نبش الموت، تجعلين يا تجعلين تكون في التابوت.
صاحبي على مين عاملين أبطال؟ ده ما فيش أبطال غيرنا يا عمي، على مين عاملين أبطال؟ ده ما فيش أبطال غيرنا يا عمي. أصل إحنا بنضرب إنت بتهرب، ياد مش بنسميه على مين عاملين أبطال؟ ده ما فيش أبطال غيرنا يا عمي. أصل إحنا بنضرب إنت بتهرب، ياض مش بنسمي كتير جدا. شكرا ليكم جميعا الأغنية الحلوة اللي إحنا سمعناها دي، لكن احنا عايزين نروح نسمعها بالتوزيع وبالميوزك وكلمات وكل حاجة. نروح الاستوديو ونرجع تاني. صاحب تملي معايا رخيص وفي الخيانة واخد ترخيص، انت يا صاحب طلعت خسيس. ايوة انا ادلو وشيك يبقوا بيتي واكلين شربين، ياكلوا بس عشان جعانين، صحبة في ستيك ومنافقين راحوا لما خلصوا الجنيه. يا صاحبي يلا انا شرفتك قدرتك وانت ما بتصنش، مش قد العيش والملح يا اخويا كان ممكن ما تاكلش، في وشي بتضحك وفي ظهري تقولوا كلام ما حصلش، وقفلت انا بابي في وش اصحابي اصلي ما بتقدرش. انا بطولي وما نسيت بالحب يا رب مد الايد، كسر عينك يا دي عبيد، ده انت كنت عايش قبيب، انت معايا بتبقى كريم، بس لو في القعدة حريم، لو مفيش عادي ما بتجيش، وفي ثانية قعد انت بتختف. يا دنيا ليه كرهنا بأمانة؟ أصل احنا تعبنا من عمايلي، واخدة من عمرنا وشقانا، ده محدش غيرنا كان شايلي، بتحب اللي طبلك يا دنيا ويسيسي، مع الأصيل الحمل تقيل، خلاص يا دنيا أنا كارهني. احنا وحوش ما نهبش الموت، فحضورنا كله يبقى سكوت، تيجي علينا تكون في تابوت، احنا من جهة أبطال، قلبنا ميت ما نجليش، بنضرب حي مش تهويش، اوعى علينا في مرة تعيش، أصغر ما فينا يا تسندال. على مين عاملين أبطال؟ ده مفيش أبطال غيرنا يا عمي، أصل احنا بنضرب انت بتهرب، ياد مش بنسمي، معملش حساب لحد في الدنيا دي غير أبويا وأمي، واللي مني مكبرني أصل دول من دمي، معروفين علامة تجارية، لو تحلو وتشوف مرازية، ستنا واصل ياد يا فيا، عمرنا يوم مناش عيال، في رزق لي انتوا تبصولي، كنت جبل معاكوا بطولي، عمري ما تعدت أصولي، ولا كنت معاكوا مرة شمال. أنا سندل في بلد أندل، وصاحبت عيال غدرت بيا، شرفتهم أنا قدرتهم، وشفت أنا منهم مرازية، ابعد عن سكتي الأحسن، قلبي تعليك دي مؤذية، قلت لما قالوا لك راجل لايق عليك كلمة وليا. أوريجينال ميوزيك هي الأصل، أحسن شركة يا ناس في مصر، في الإدارة هي الشطارة، في كل وقت وكل عصر.
احنا وحوش مش حرمينكم من حاجة اهو. عايزين تلاقوا شعب تلاقوا حاجات كتير حلوة تلاقوا. لكن قبل ما نشكر مين موجود في الأغنية ونرجع لعمر يشكر مين الناس أصحاب العمل الجميل ده، أروح لاتصال الأستاذة نجلاء معايا. أهلا وسهلا زميلة البرنامج ومقدمة برنامج، معلش أنا أسفة، برنامج عيون الحياة. أستاذة نجلاء إزيك؟ كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. أخبارك إيه؟ كل سنة وانت طيبة. عيد سعيد عليك يا شريف. عيد سعيد عليكي وعلى كل حبايبك وكل أمة المسلمين. عيد عليك يا حبيبة قلبي. مرسي حبيبتي، وإن شاء الله نستمتع بحلقاتك الجميلة وتكوني جايبة لنا حاجة جديدة بعد العيد بإذن الله، زي ما احنا متعودين منكم في البرنامج على حلقات كتير حلوة يعني. قولي لي بقى عملتي ايه في العيد؟ ان شاء الله يا شيرينان، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قولي لي بقى يعني النهارده يعني العيد ده فات زي كل عيد ولا قولي لي في حاجه جديده؟ لا انت عارفه عيد كله نوم يا شيرينان والله. قولي لي اكلت رنجه ولا ما اكلتيش؟ لا بصراحه ما اكلتش يا شيرينان. يا بختك يا بختك. اكلت كحك وبسكوت بس. انا عايزه اقول لك انه كحك وبسكوت ورنجه الموضوع صعب، صعب كتير يعني. لا الرنجة موضوع صعب جدا يا شريف. لا جدا جدا. فكل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. كل سنة وانت في تقدم ونجاح دايما يعني. والتوفيق لبرنامجك الجميل، وتحياتي الأستاذ نصر الشاهد وكل الفريق بتاع الإعداد بتاع البرنامج وقناة الصحة والجمال. مرسي يا حبيبتي، ودايما منورانا بوجودك وبرنامجك الجميل. كل سنة وانت طيبة. كل سنة والأمة ربنا يخليك يا حبيبتي. بشكرك كتير. عيد سعيد عليكي. عيد سعيد عليكي وعلى كل أمة المسلمين، وبعودة الأيام، بعودة الشهر الكريم، وبعودة الإفطار عيد الفطر اللي احنا بنستنى بعد فرحة 30 يوم من الصيام. بنيجي ونفطر كلنا مع الأهل والحبايب، بنفرح بالعيد وبالفرحة، ونكمل فرحتنا السهرة الجميلة النهاردة، ونروح لعمر وميدو ونقول مين أصحاب العمل الجميل ده. طبعا الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى أستاذ علاء، يعني هو دوت الإنتاج، الشخصية العامة، الاحترام اللي بجد أنا ما شفتش حد يعني اللي بيعمله معانا، ما شفتش حد بيعمله مع حد قبل كده. تمام، كل الشكر لي أستاذ علاء. كل الشكر لأستاذ علاء، وشكر خاص مني طبعا لأستاذة آية محمد نصر. دي مين التايتل يعني؟ أستاذ علاء الملحن؟ أستاذ علاء لا، ده الإنتاج. الإنتاج وأستاذة آية. أستاذة آية ديت مديرة أعمالي، وشكر خاص ليها لأن هي وقفت جنبي كتير. طبعا طبعا والدي ووالدتي، و أستاذة آية ما سابتنيش في حاجات كتير يعني عامة. بالتوفيق دايما. شكرا لكل العمل وساعد في العمل الجميل اللي احنا شفناه، والشباب اللي احنا شايفينهم دايما في تقدم. نرجع بقى لوائل تاني، بس أرجوك والنبي بلاش حاجة حزين يا وائل، أرجوك. عايزين نختم البرنامج بحاجة حلوة يعني، احنا خلاص ما قدمناش غير دقايق، فمحتاجين الدقايق دي نسمع فيها حاجة نستعيد للناس. احنا في البيت وفي حظر وفي عيد وفي حالة من الدايرة مغلقة، فخلينا نفرح أرجوك. احنا فايق فرحنا بأغنية حلوة. ماشي، نقول الحب كله. أيوة كده اتفضل. قول يا وحش. وائل ان هو فرحنا الحمد لله يعني. وائل حطوه في ضلمه يعني، من الاخر وائل كل اعماله حزيني، وبنحاول ناخده مؤثره على فكره. مؤثره والله، لان انا ليا فئه معينه يعني، انا بعيد خالص عن فئه. انا بغني شعبي على فكره. بص، الفنان بصفه عامه، الفنان يقدر يغني كل الالوان، ويقدر يتلون بلون الاحساس والمشاعر والمود اللي هو عايشه. دي نصيحه لاي فنان، ما تغلقش نفسك طالما خامه صوتك حلوه، وانت دماغك ودانك سوري يعني بتسمع كويس، تعرف تميز كويس. لا، ما تحطش نفسك وتحصر نفسك في حاجه واحده حزينه. زي ما لا الجمهور بيحب يحزن، لا الجمهور بيحب يحب ويسمع مشاعر واحاسيس، لا الجمهور بيحب يفرح. عندنا افراح حلوه وعندنا حاجات كتير حلوه، فعشان كده بقول لاي حد ما تقفلش نفسك في سكه واحده، غني كل الالوان. النجوم اليومين دول معظمهم بيغني كل الالوان، شعبي، رومانسي، دراما، كل حاجه يعني. هو بيعيش في القصه زيه زي الممثل بالظبط،
بيعيش في كل الشخصيات، ما بيحطش نفسه في شخصية واحدة. هنسمع ايه تاني النهاردة حلو منكو كدويتو؟ في حد فيكو عامل دويتو تاني؟ مفيش دويتو؟ عايزين حاجة بقى شعبي يعني اللي بيفكرنا بزمان، عدوية. يا سلام لو في حاجة العدوية، حاجة عيون القلب. لا انا بقول عدوية. نعم نعم. عيون القلب دي انا ممكن اقول حتة معاكو لاني انا بعشق نجات. مين يغني عيون القلب وانا اغني معاك عيون القلب؟ يبقى ابدأي بقى. يلا. لا انا مش حافظاها عشان ما اخربش الدنيا، بس يلا بينا. لا انا ممكن اغني معاك يعني لو ينفع المايك بتاعي يتفتح. طيب ينفع المايك بتاعي اغني معاك كده؟ يلا. اللي ما بتظهرش ليه يا حبيبي؟
علاني اسمك يا حبيبي، سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، واكتب علاني اسمك يا حبيبي. خلتنا خاف لما بحس بخطوتك تاني من بعيد، عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد، عليك بخاف لما بحس بخطوتك تاني من بعيد، عليك أنا بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد. خليك هنا خليك بلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق. خليك هنا خليك بلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق. خايفة من بكرة لما تروح وتغيب سنان وتفوت هنا حبيب مجروح، ويلا يا حبيب الفراق. لا شوف كم سنة من عمرنا ضاع مننا، كم سنة حرام عليك حرام وحياة تاني، حرام علي وحياة تاني. خليك هنا خليك بلاش تسافر، بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تسافر. خليك هنا خليك عايزين تسمعوا مين؟ رضا البحراوي كله اجمع، رضا البحراوي. هنختم على رضا البحراوي ونسمع اغنيه جميله لي. انا بشكر كل الشباب اللي موجود، شكرا يا عمر على كل كلماتك الحلوه وصوتك الحلو، استمتعنا جدا بوجودكم النهارده. شكرا يا ميدو، انت معايا ميدو ولا مش معايا؟ شكرا يا ميدو جدا، شكرا يا وائل، شكرا على وجودكم، شكرا للي تعب معانا النهارده وما بيتكلمش خالص، لكن انا بشكرك كتير يا محمد، بجد امتعتنا بالأورج الجميل والآلة اللي بتدخل القلب قبل ما نسمعها. بشكركم كتير، كل جمهور بنحلم نعيش، بحبكم كتير، وهتستنونا كل يوم أربع زي ما انتم متعودين الساعة 8 ونسمع رضا البحراوي كل سنة وانتم طيبين مع سهرة العيد شرهان خفاجة، بحبكم كتير. وبعد مساء الخير اخوات نزلات اللي قاسوا العذاب والويل، بقول دوار الدنيا دوار، غدار الدنيا غدار، تاخدنا وترمينا في بحور ملهاش مين، ولما بتدينا بتفوتنا حيارة. يا عم يا صياد قولي الحكاية ايه، مال العرايس دول مالهم حزانة لي، بحر الهوى غدار والخطوة في فتان، نزلوا في ساعة شوق قبل الأوان بأوان. بقول من انا
أنا إنسان جيت الدنيا مش بخاطري لكن جيت وفي زحمة الدنيا كبرت وشبيت أنا اللي كنت زماني مليك وأنا اللي في الحديد سليك كان لي الصيت وكلمتي بعد الزمان مهدني من يوم ما مشوارنا ابتدى والعيشة صعبة بعدها متلطمين على كل ما ومحرومين من داوي ده